السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. اليوم لدينا ضيف عزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة، الأخ عبد الكريم الزرعوني أبو أحمد. خلينا نتكلم معه، شو شنو رأيه، شو يقول لنا عن أرمينيا، صار له كم يوم في أرمينيا. مرحبا أبو أحمد، تنصحون أصدقائكم ومعارفكم بزيارة أرمينيا؟ هل البلد آمن؟ هل البلد يستحق العوائل زيارته؟ يستحق العوائل أم بلد سياحي شبابي؟ هل حول هالموضوع ذا في بلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا أشكرك أبو العزيز الأخ، أهلا وسهلا هاي التهنئات. نحن طبعا أنا قررت في إجازة العيد الأضحى المبارك إني أطلع مع العائلة، وقعدت أبحث عن أي دولة ممكن أنا أزورها، وجدت في بالي أرمينيا. قلنا كدولة لأول مرة نزورها، أيضا بحثنا لابد أن نروح لدولة نزور أي منطقة، لابد أننا نبحث عن أشخاص كانوا معرفين مرشدين أو مكاتب سياحية وكذا. فبحثنا في النت وشفت لك فيديوهات طيبة، تواصلنا معك طبعا شخصيا، والحمد لله استقبلنا في المطار بأحسن استقبال. دخلنا البلد كان طبع أولي، ما يعني الإنسان يقول دائما مثل يقول البيت من مجلسه. من دخل المطار عرفنا أن البلد طيب، وأيضا خاصة مع دول الإمارات، وهذا طبعا يحسب لحكومتنا الرشيدة. الحمد لله أول ما يسألون من وين من الإمارات، كان على طول على أبو البلد أبو الإمارات الجوازات، ما نحتاج الفيزا لأن أخذناها ما تعرض يعني دخلنا وبرنا الجواز وبكل سهولة. نحن يعني أقل عن دقيقة أخذناه وطلعنا. أيضا المطار كان حلو ومرتب، واستقبلنا حضرتك على البلد. طبعا خلال أسبوع زيارتنا طبعاً على البلد بلد آمن جدا، آمن وسياحي، لأن نقدر نقول بالدرجة الأولى مناطق سياحية ممتازة، كمدينة سياحية مدينة يريبان بشكل عام ممتازة، أيضا تصلح للتسوق. ردا على سؤالك أو إجابة المسؤولات أن هل تصلح عائليا؟ نعم تصلح للعوائل. شاهدنا كثير من العوائل من العربية من جل الدول، يعني كذا دولة. صراحة ليس لأنك سؤال أبو أحمد، لأنه باليوتيوب تابعت بعض اليوتيوبر أو البلوغرين يقول كلام للدائم العرب، سواء كان يمكن للعرب يقول أرمينيا بلد لا يصلح للعوائل، ولذلك بالعكس بلد يصلح للعوائل ويصلح هذا. شوف البلد آمن لأن ما حد يتعرف له، ما حد مشيت سواء بالليل بالنهار في سهرة في مكان، ما حد يتكلم في أشياء متوفرة. بالنسبة ناس ممكن تسأل سؤال آخر، هل الأكل متوفر في الحلال؟ سؤال خاص. نعم موجود بشكل عام، بلد نظيف صراحة، نظافة يعني حسينا فيها. يعني مجمل لحديثنا نقدر نعطيها بلد سياحي 98%. منظمة السياحة الدولية أرمينيا تقريبا من ضمن قائمة أحد الدول الأشرة اللي يشجعون السواح للزيارة، أولا من ناحية الأمان، من ناحية كبلد سياحي، كبلد استثمار ومتحف مفتوح تحت السماء، وكبلد دين كثرة الكنائس والأديرة قبل 1000 سنة. نشكر أخونا الأستاذ